من الورد بدل أن أدوسه بأقدامي. عن أطفال الأبرياء، أبطال أصاب مثل وردي. هي خلل بالصبيات أو الكروموسومات الموجودة، يعني إعاقة لهم. أما أنت بدك تعمل ترتيب بحياتهم بحيث قمنا كمنظمة رؤى المستقبل بالتشارك مع مركز غراس الأمن لذوي الاحتياجات الخاصة هاي الفعالية بمناسبة اليوم العالمي لأطفال الداون اللي بيصادف بيوم عيد الأم، واللي ممكن كتير من الناس ما تعرف هاليوم أو ما تعرف من هني هدول الأولاد الأطفال. نحن حبينا نسلط الضوء عليهم ونقول لهم نحن معكم، نشاركهم الفرحة، حبينا نرسم نترك بصمة صغيرة لها الأطفال هود. في نوع من الأمراض إن ثلاثة أنواع، نسبته 1% من الكسيفة. ولدين أصحاء سليمين. نسبة ذكاءهم أعلى من غيرهم. طبعاً. يعني صحيح نسبة ذكاءهم مجرد. داون طفل يشعر بالسعادة، لديه مشاعر، لديه أحاسيس، مثله مثل أي طفل ثاني عايش بالابني ابنك ابن أخوي، كلهم عندهم مشاعر وأحاسيس. فهذا الطفل له ميزات خاصة فيه، هذا الطفل ممكن يكون فيه عنده علامات جسدية عنده ما هي موجودة إلا عنده، ما هي موجودة عند حدا غيره. هذا الطفل المهمش بواقعنا، هذا الطفل اللي ما حدا عم يهتم فيه، هذا الطفل المراكز قليلة كثير اللي بتهتم فيه. بتمنى يكون في كثير مراكز عم تهتم بهاي الأطفال، بتمنى يكون في مراكز بكل منطقة، في أخصائيين، في عالم كثير عم يشتغل بهذا المجال.